كل سنة وانتم طيبين. تفضلوا استريحوا. تفضل. إن أبطال القوات المسلحة تهون أرواحهم ودماؤهم عليهم فداءً لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس، فكان تكريمهم حافزاً ودافعاً قوياً لهم لاستكمال المسيرة. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتكم في بدء التكريم. مقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبد الشهيد، قائد الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشاة ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة. نقيب معتز وجدي مصطفى محمد، الكتيبة 118 استطلاع عام، الفرقة 18 ميكانيكي، الجيش الثاني الميداني. رقيب محمود محمد كليب مهدي، مدرسة المظلات، قيادة قوات المظلات. شارك ضمن عناصر قوات المظلات في تصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة. رقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاص، قيادة قوات الصاعقة. الاشتراك في مداهمة اللجمة باتجاه جبل المغارة وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد. جندي مصطفى صلاح إمام علي، الكتيبة 537 ميكانيكي، اللواء 136 ميكانيكي، الفرقة 18، القيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة. جندي أسعد عادل حسن عبد الله، الكتيبة 351 مشاة، اللواء 116 مشاة ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة. كما يقدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى السيد رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلينا نرحب بكم ورحب أيضا بالشيوخ وأهلنا من قبائل سيدة اللي موجودين معنا النهاردة، ومن خلالهم ومن خلالكم بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين. وكمان بقى يعني ببعت رسالة مهمة قوي، إن الوقت الصعب والظروف القاسية والتضحيات الكبيرة اللي مصر قدمتها الحمد لله رب العالمين كانت في مكانها وحققت أهدافها، بس إحنا مش عايزين ننسى أبدا في يوم زي ده وإحنا موجودين كده موجودين مع بعض هنا وسط التضحيات اللي بنقول عليها وسط النجاح اللي اتحقق، ان احنا اسمحوا لي ان انا اطلب منكم جميعا يعني
ان احنا نقف دقيقه اكراما وعرفانا واعتزازا بارواح شهدائنا اللي سقطوا هنا من اجل امن وامان مصر وسيناء. طبعا اتفضلوا استريحوا. كان مهم قوي ان احنا نقول ان احنا مش هننسى ابدا الثمن الكبير اللي دفع من ارواح ومن دماء شهدائنا وايضا من المصابين اللي سقطوا. ويمكن دي بدايه الكلام اللي انا بقوله قبل ما نتكلم في اي حاجه تانية، لان ده ثمن الامن والامان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر، وايضا لامن وامان سيناء اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هم تقريبا قعدنا نقاتلهم 10 سنين. مهم قوي برضو ان انا اقول لكم ان احنا كنا بنعمل ده، يمكن يعني النجاح الاخير خلال السنة او ممكن نقول سنة كانت لان تضافرت الجهود وايضا اجتمعت القلوب، كل القلوب. لما ده حصل كانت النتيجة والنجاح كبير قوي قوي، واللي احنا النهاردة يعني ده مش الاحتفال بس عشان تبقى الأمور واضحة، لكن هو طبعا كان بمناسبة يعني الشهر الكريم اللي موجود اللي احنا موجودين فيه. فكان مهم قوي ان انا اجي لكم واسلم عليكم واوصل لكم تحية وسلام المصريين، وايضا افطر معاكم عشان ده شرف ليا ويسعدني يعني ان انا اكون موجود معاكم النهاردة. لكن عايز اقول ان احنا الاحتفال اللي هيتعمل انا اتكلمت عليه قبل كده لكن تفاصيله لسه ما، لكن لازم هيكون في شكل اخر للدوله المصريه في سيناء، شكل اخر لسيناء غير اللي احنا اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. احنا اشتغلنا خلال ال7-8 سنين اللي فاتوا بشكل كبير قوي، مش المهم التكاليف، المهم النتائج. عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت ان سينا 60,000 كيلو، يعني مساحة المعمور من مصر دلوقتي. احنا عايشين على كل من اول اسوان لغاية اسكندرية على حوالي 60-70,000 كيلو. فسينا لما نبذل فيها جهد ونشتغل على ان احنا نعمل فيها مشروعات تنمية حقيقية ده امر مستحق زي ما قلت مرة قبل كده. واحنا بنتكلم كتير في النقطة ديت، ويمكن الكلام ده بيتعرض برضو بواسطة وسائل الإعلام لكن ما حدش حاسه، مش الناس مش حاساه وشايفاه بشكل كبير، يعني لأنه اتعمل على مدار ال7-8 سنين، وبالتالي كان كل حاجة بتتعمل بيتم تغطيتها مرة ثم، لكن الموضوع على بعضه كده لا، اللي بذل خلال يعني السنين اللي فاتت ضخم جدا، والأرقام اللي انفقت عليه انفاق كبير قوي. لكن تاني بقول لينا احتفال هنا على أرض سيناء في المكان اللي الدم المصري، كل الدم المصري سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى أجهزة الدولة أو أبناء مش عايز أقول أبناء سيناء، أنا قلت الكلام ده ما ينفعش يتقال تاني، حتى من أبناء شعب مصر اللي في سيناء. خلاص الكلام ده لما نيجي نحتفل بيه يبقى احتفال يليق بالتضحية، لأن هو تفتكروا أن القتال اللي تم ده كان قتال يقل عن أي قتال قامت بيه مصر خلال معارك سابقة. يعني احنا بنحتفل بأكتوبر، صدقوني اللي اتعمل في الحرب ديت ما يقلش أبدا عن أكتوبر، صدقوني. وأنا مش بقول كده عشان نعظم اللي احنا عملناه، أنا ما عملناش حاجة، اللي عمل كده أبناء مصر، المواطنين، الأسر اللي قدمت أولادها، في من ضباط وصف وجنود جيش وشرطة وحتى من أبناء سيناء اللي موجودين نفس الكلام. عايز أقول في الآخر اللي عمل ده مش إحنا، ده دم أبنائنا أبناء مصر. فإن شاء الله نحتفل بده، وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهالينا اللي موجودين هنا على إن إحنا
هنقوم ونبذل ونشتغل اكتر واكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها. هنا امر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، واحنا شغالين وهنشتغل اكتر، بنعمل وهنعمل اكتر، بنتحرك وهنتحرك اكتر، في انفاق من الدوله وهيبقى في انفاق اكتر، لان ده امر زي ما قلت كده مطلوب ان احنا نشتغل عليه. كمان تلاحمنا مع بعضنا، انا بكلم هنا مواطنينا في سيناء سواء في الشمال او في الجنوب او في الوسط، طبعا احنا تلاحمنا يزيد عن كده، وتلاحمنا مع اجهزه الدوله، وانا هنا مش عايز اقول الجيش او الشرطه، انا بتكلم على كل اجهزه الدوله اللي موجوده، التلاحم يزيد، وده دور نعمله بشكل مشترك. يعني احنا القيادات بتاعت الجيش وقيادات الشرطه مع قيادات شيوخ القبائل، واحنا عارفين الاعراف ديت، والاعراف دي احنا بنقدرها وبندعمها وهندعمها اكتر، لان ده كان امر كان مهم جدا جدا. وانا افتكر ان كان دايما اللقاءات مع شيوخ القبائل كان دايما ليها تاثير ايجابي جدا في حاجات كتير، حتى لو كانت مشاكل احيانا بتبقى صعبه، لكن كان شيوخ القبائل من خلال اعرافهم والقيم والعادات بتاعتهم اللي احنا هنشجعها وبنشجعها اكتر. تاني بنشجعها وهنشجعها اكتر. ده امر احنا زي ما بقول، انا كنت في يوم من الايام مسؤول في المخابرات الحربيه، وكنت بلتقي مع شيوخ القبائل، وحتى اثناء يعني وجودي كوزير للدفاع كنت بلتقي معاهم واتكلم، وفي مشاكل نحلها وفي موضوعات رايحه جايه بينا، وده امر طبيعي. فانا بقول تاني ان احنا قوه ومكانه شيوخ القبائل احنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها اكتر. صحيح مش بس هنا، حتى في كل يعني في الغربيه هنعمل كده، وفي الجنوبيه هنعمل كده، في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال، لكن احنا انا باكده ان احنا كدوله هناكد ونرسخ، ومش هقول نستعيد لان الدور موجود، لكن هنعززه اكتر من كده. مره تانية كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد ان انا موجود معاكم وبطمنكم على حالنا، يعني الحمد لله رب العالمين. ايوه في ازمه اقتصاديه كبيره جدا بتمر بالعالم وليها تاثير كبير علينا، مفيش كلام، لكن بالرغم من كده احنا الحمد لله رب العالمين متماسكين وهنتجاوزها. وانا كنت يمكن لما في الكمين او نقطه الشلاء لما كلمت معاهم، شليل ولا الشلاء؟ ها؟ شليل. فلما كلمت معاهم بقول لهم اوعى تفتكروا الازمه دي لا ان شاء الله هنعبرها زي ما عبرنا كتير، وزي ما كنا بنقول قبل كده الازمه اللي هتبقى تاريخ، وبقى التاريخ زي الازمه الكبيره بتاعت مكافحه الارهاب هنا، برضو ان شاء الله الازمه الاقتصاديه دي احنا بنشتغل وبنجتهد، وربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا اكيد هيكلل جهودنا بالنجاح. مفيش مشكله ملهاش حل غير ان احنا نبقى مستعدين نبذل مجهود اكتر بشكل علمي وبشكل مدروس، ومستعدين ايضا نضحي من اجل الحلول بتاعتها. فانا عايز اكد لكم ان احنا الحمد لله الامور يعني رغم كل الظروف الصعبه ديت، ورغم ان الموضوع احنا كنا بنتمنى انه ينتهي الازمه، يعني الازمه الروسيه ديت تنتهي في فتره خلال السنه اللي فاتت، لكن الموضوع امتد لاكثر من سنه ويمكن يمتد اكثر من كده كمان، لكن بطمنكم ان احنا ان شاء الله ماشيين في يعني بنستوعب وبنمتص الضغط بتاع الازمه ديت، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا فيه. انا مره ثانيه سعيد بلقائكم، وسعيد ايضا بمجموعه الابطال اللي انا كرمتهم النهارده، لكن احنا هيبقى لينا في الاحتفال اللي بقول عليه ده شكل اخر وتكريم اخر يليق باللي اتعمل خلال العشر سنين اللي فاتوا. هفكر اهالينا هنا واقول لهم ان احنا، انا كنت من الناس وانا قلت الكلام ده قبل كده، من الناس اللي كان مطلع قبل الاحداث دي ما تحصل في 2010 و2009 و2008 على الاوضاع اللي كانت موجوده هنا، وبقول
إن إحنا علينا دور مشترك مش أجهزة الدولة فقط، ولكن أيضا عشان كده قلت إن الشيوخ القبائل إحنا بنعزز دورهم ومكانتهم أكتر، لأن ده اللي يقدر يخلينا نقول إن الكلام ده ما يتكررش مرة تاني، لأن هو اتكرر لما الإيدين يعني ما بتش بالقوة، والعادات والتقاليد اللي كانت راسخة وكان موجودة يعني اتأثرت شوية، لأن إحنا مش هنسمح مرة تانية أبداً إن الكلام اللي كان موجود ده يتكرر تاني، إن حد هيقدر يرفع السلاح هنا خارج سلطان الدولة، ده مش هيحصل تاني، لأن إحنا لما الكلام ده تم التخاذل معاه في 2005 و6 و7 لغاية 10 إحنا اللي دفعنا، إحنا المصريين كلنا، سواء اللي موجودين هنا في سيناء أو اللي الجيش والشرطة وشعب مصر بالكامل، لن يكون مرة تانية سماح لأي مخلوق يرفع سلاح تاني ويترك هنا أو في أي حتة في مصر، لأن الثمن اللي اتدفع ثمن كبير قوي، الثمن اللي اتدفع في الحرب دي ثمن كبير قوي، الدم اللي سال هنا والأرواح اللي سقطت عشان نستعيد مكانة سيناء ثمن كبير. وبالتالي أنا بقول الكلام ده، والكلام ده هيطلع في التلفزيون، الدولة في دولة ولا ما فيش دولة؟ دولة يعني الدولة يعني لها سلطان ولها قدرة، لأنها الدولة دي بنت يعني هي امتداد للدولة، امتداد للشعب، والشعب هو اللي بيحكم البلد، وبالتالي ما فيش حد تاني ممكن يقبل أو يقبل إن يبقى ما فيه سلاح يترفع مرة تانية أو يبقى فيه حاجة خارج السلطان، ده هيتم مجابهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، بشدة كبيرة، أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابهته بمنتهى البطش، بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده، في دولة والدولة دي ليها سلطان، والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي ما فيش سلاح يترفع إلا سلاح الدولة، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني، ولن يسمح لمخلوق يبقى معاه سلاح في البلد غير الدولة. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر ويحفظكم ويعيننا على كل خير، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا.